السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع الدرس: مظاهر السطح في الوطن العربي. أولا الجبال. سوف نعرض الآن خريطة الوطن العربي وما يوجد عليها من مجموعة كثيرة من الجبال كما هو موضح أمامنا بالشكل. أولا جبال عمان، جبال اليمن، جبال عسير، جبال الحجاز، جبال البحر الأحمر، الجبل الأخضر، مرتفعات دارفور، وجبال الأحجار، وجبال أطلس. ثانيا السهول. والسهول هي أراضي واسعة منبسطة قليلة الارتفاع. يوجد لدينا سهول عديدة، منها سهول دجلة والفرات، سهول الخليج العربي، سهول نهري جوبا وشبيلي، سهول تهامة، سهول نهر النيل، سهول البحر المتوسط، سهول المحيط الأطلنطي. ثالثا الهضاب. يوجد لدينا أيضا في الوطن العربي مجموعة كبيرة جدا من الهضاب، منها هضبة حضرموت، هضبة نجد، هضبة الصمان، هضبة بادية الشام. أما في الجناح الإفريقي نجد هضبة الجلف الكبير، هضبة الصحراء الإفريقية الكبرى، وأخيرا هضبة الشطوط.